دلوقتي هنروح لفاطمة عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي يا فاطمة. شكرا شاذلي. دلوقتي فعلا هنطمن على درجات الحرارة مع بعض، ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، وهيسود طقس دافئ في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. ودلوقتي طبعا عايزين نطمن مع حضراتكم على حالة الجو من الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة فاطمة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. دكتور منار، هل النهاردة هنشوف جو ربيعي معتدل ودافئ؟ هو احنا بالفعل هنبدا من اليوم نشوف الاجواء الربيعيه، لكن احنا كنا على مدار الاسبوع الماضي كنا بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، لكن اعتبارا من اليوم هتبدا درجات الحراره ترتفع، هنبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وايضا رياح شماليه شرقيه قادمه من الصحراء شبه الجزيره العربيه تبدا معاها ارتفاع في درجات الحراره. يمكن اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 21 درجه مئويه. الاجواء خلال فتره النهار هيكون فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس وهدوء في سرعات الرياح، فهنبدا نحس بالطقس خلال فتره النهار ان هو دافي، لكن طبعا مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل الطقس هيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه. ايضا الظاهره الجويه اللي هتبقى مؤثره معانا يمكن شفناها خلال اليوم في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل هي الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي مع تكونها دايما في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، لكنها كانت شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور، لكن طبعا بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، فدايما نخلي بالنا من وجود الشبوره المائيه، وده اللي هيكمل معانا على مدار هذا الاسبوع. نعم. ويمكن كمان مع منتصف الاسبوع على يوم الثلاث او الاربع القادمين نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره توصل فيها العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 28 وال 29 درجه مئويه. عاوزين بس ننصح الساده المواطنين ان احنا مش عاوزين ننخدع بالطقس. كنت لسه هكلم حضرتك على الموضوع ده دكتور منار. اكيد كل طبعا الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، درجات الحراره المرتفعه في النهارده او الاسبوع القادم زي ما حضرتك ذكرتي، هيقولوا سؤال بسيط، هل هنبدا نخفف هدومنا استعدادا لبشائر الصيف؟ هو احنا لا مش هنقدر نخفف ملابسنا دلوقتي خالص، لان احنا اول حاجه مع دخول فترات الليل الطقس هيكون شديد البروده على مدار هذا الاسبوع كله، فاحنا حتى مع ارتفاع درجات الحراره اللي هيكون في نهايه الاسبوع لو حد خفف الملابس يبقى دايما معاه جاكيت لساعات الليل او اي ملابس اضافيه خلال ساعات الليل نرتديها، لان تغيير نوعيه الملابس في الفتره دي ممكن يصيبنا طبعا بنزلات البرد. لسه احنا مع عياد شم النسيم نقدر نخفف ملابسنا يعني او نرتدي ملابس خفيفه، لكن لسه في الفتره دي هي كلها تقلبات جويه حاده وسريعه وخاصه في درجات الحراره. نعم. فما بنصحش خالص بتخفيف الملابس. بالنسبه للتقلبات الجويه حضرتك بتقولي دلوقتي هيبقى في ارتفاع درجات الحراره النهارده والاسبوع القادم ايضا، هل هتشهد بعد الاسبوع القادم انخفاض درجات الحراره مره ثانيه؟ هو احنا بالفعل على مدار هذا الاسبوع كله هيبقى في ارتفاع في الحراره هيكمل معانا لنهايات الاسبوع، يمكن كمان مع بدايات الاسبوع القادم، لكن وارد جدا يحصل انخفاضات في درجات الحراره، لكن طبعا مش هتبقى بالشكل اللي احنا شهدناه خلال يعني الايام الماضيه او ارتفاعات الانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره، يعني درجات الحراره لما ترتفع هتوصل للمعدلات يمكن تبقى اعلى من المعدلات ترجع تنخفض ثاني بحوالي درجتين ثلاثه اقل من المعدل، يعني احنا بنتكلم في درجات حراره ما بين ال 22 وال 23 درجه مئوية لو حصل انخفاض في درجات الحرارة بعد الارتفاعات إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي طبعا هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على الشاشة دلوقتي حالا مع حضراتكم. القاهرة العظمى 21، الصغرى 10، اسكندرية 18 12، مطروح 18 11، سيوة 19 7، بورسعيد 18 10، دمياط 17 10، الإسماعيلية 21 9، السويس 21 9. اما بالنسبه للعريش 19 9، كاترين 13 3، طابه 18 12، شرم الشيخ 23 12، الغردقه 24 13، الفيوم 21 7، بني سويف 22 7، المنيا 22 7، ايضا اسيوط 22 6، سوهاج 23 8، قنا 24 9، الاقصر 24 10، اسوان 25 10، الوادي الجديد 25 9، شلاتين 25
13، حلايب 25 15، ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم. عودة مرة أخرى لمنى وشاذلي استكمال ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي فاطمة، طمنتينا على حالة الجو في الفترة اللي جاية. شكرا جزيلا ليكي. شكرا منى.